أني برأيي أنه بعض قيادات الإطار بالتعاون مع كتلة السيادة أو حزب السيادة هم اللي سربوا الفيديو. هذه وحدة. رحنا بعدين إلى أنه يطلع شعلان الكريم طبعا، وهذه قلتها وزعلوا عليه، لكن خلي زعلوا، خلي أقولها مرة ثانية. بطريقة السوسية، شايف هاي السوسة اللي تنخر، أقنعوا شعلان الكريم أنه محمد الحلبوسي راح يستغنى عنك. وأنا أعرف من اللي أقنع وأعرف من الحجاوية وشنو الأسلوب اللي حجاوية. خلوا الشيخ شعلان يقدم انسحاب وقعد. رحنا للجلسة الثانية، طبعا الدكتور محمود المشهداني الرجل كان مرشح كتلة عزم، ولأنه عزم ما قدمت لشيء انسحب منهم. طبعا هناك فد نقطة مهمة، أنه عزم ما قدمت له مو لأنه ما تريده، لأنه ما عاد شيء تقدمه زين، فانسحب، راح مع تحالف تقدم وبقى مرشح، والآن هو مرشح تحالف تقدم الذي يرأسه السيد محمد الحلبوسي، فهو مرشح محمد الحلبوسي. لكن الجلسة الثانية، جلسة اللي شفناها اللي جاكي شان طار على المنصة وراد يتعارك ويا رئيس المجلس، بارحة قاعدة يلا تصالحه أحمد الجبوري، أحمد عبد الله ومحسن المندلاوي، البارحة قاعدة وتصالحه، بارحة صالحه؟ ايه قاعدة وتصالحه. زين، بهذه الجلسة انحسبت الأصوات، طلع أكو عندك 26 صوت مشطوب عليها، مصوت إلى محمود المشهداني ومشطوب عليها، مصوت إلى سالم العيساوي. في قانون الانتخابات الحك والشطب باطل 100%. فأنت تعال شيل لي 26 صوت من اللي أخذها سالم العيساوي وشوف لي منو اللي فاز. بالمناسبة الاعتراض تقدم من قبل تقدم، وتقدم من قبل دكتور محمود اعتراض ثاني. نعم. لأنه أكو مراقبين، أكرم العسافي واحد فيهم. جيد، هذا هاي قصة معروفة، بس أنا أقول ليش بس خليك كمل. ده يقول لك معرقل، ده يقول لك معرقل. ماكو معرقل، أنت ما تقبل تقتنع أنه معرقل. لا عزيزي، بس حتى أكمل لك ذيك. اعترضوا ونام الاعتراض بالمجر مال رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس. زين، هل الحلبوسي معرقل؟ دكتور حيدر يقول لك معرقل. اوكي، دكتور حيدر قال قال للحلبوسي راح لاجتماع الاطار حتى يحسن الموضوع، بعدين قال معرقل. العرقله هي اليوم ما مرتبطه بالسيد الحلبوسي، اليوم الموضوع موضوع رئاسه المجلس، ما بقت بين الحلبوسي والخنجر ومثنى، لا صارت بين المالكي والسوداني. السوداني يبحث عن رئيس مجلس صديق يتحالف وياه بالانتخابات الجاية، وتم ترشيح سالم العيساوي وصارت اكو اتفاقات. هل السوداني معرقل؟ هسا انا دا اقول لك هو اليوم دا يرغب بدعم او دا يدعم سالم العيساوي. اي هم يعرقل اذا جاء محمود؟ بالمقابل ايه؟ السيد المالكي وبعض قيادات الاطار ماشية مع العرف السياسي، وهم دا يستقرؤون عملية صناعة الزعامة اللي دا تصير من جهة السيد السوداني، فبالتالي خايفين من زعامة السوداني بداخل الإطار. بالضبط، اي بالضبط، خايفين من زعامة السوداني بالإطار. بالضبط، قولها بهالطريقة. لا انت اقول لك خوفهم من صنع زعامة، يصير اكو صنع زعامة. السيد السوداني دا يسعى الى انتخابات، ودا يسعى الى تشكيل كتلة او قائمة وطنية وينزل بها بالمناطق المشتركة، طيب. كل المناطق الشيعية والسنية.